بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سوف أبدأ شرح طريقة ربط سنترال جراند ستريم 6208 مع تليفونات 1625 تليفونات الجراند ستريم، وعليه خطوط طبعا خارجي أنالوج. هنتست بخط واحد، هنربطها مع سنترال أفاي سيرفر إديشن 11.1. هنركبه إن شاء الله على الـ VMware Workstation على جهاز كمبيوتر عادي مع تليفون 1608 اي. التليفون ده ما بيدعمش السب بروتوكول، وبالتالي مش هتقدر تركبه على اي سنترال جراند ستريم، لازم يتركب على سنترال اوفاي. فلو عندك مثلا مشروع فيه تليفونات زي كده مربوطة بسنترال اوفاي، مش هتقدر تربطها مع الجراند ستريم مباشرة، لازم تربط ما بين الاثنين من خلال السيب ترانك. الطريقة ديت لم أكن مخطئ، لأن أنا فعلا دورت كتير كتير عليها على الإنترنت ما لقيتهاش. دورت في الكورسيما وفي اليوديمي واتصلت بالجماعة بتوعت الجراند ستريم سبورت بروكلين والجماعة بتوعت أبايا، مفيش حد فادني فيها خالص يعني. ربما تكون معمولة أو حد عملها، أو بس أنا ما شفتش حد قبل كده عملها. إن شاء الله هنعملها ونجربها مع بعض وهنشوف بتشتغل إزاي. طيب ليه إحنا عايزين نربط الجراند ستريم بالأفايا؟ أولا فرق السعر رهيب جدا ما بين السنترال الأفايا، السيستم الأفايا، والسيستم الجراند ستريم. يعني مثال، يعني كان في تليفون جراند ستريم سعره 1625 140 ريال، التليفون أفاية المستخدم في المخطط 1500 ريال مع اللايسنس بتاعه الترخيص. والفرق في المزايا يعني اللي مقابل السعر دوت يكاد لا يذكر. طبعا الأفاية رقم واحد على مستوى العالم، الجراند ستريم رقم ثلاثة، ورقم اثنين في التليفونات اللي هو التاتش. بس الفرق اللي في السعر دوت ما بين 140 و1500 غير مبرر. كمان سعر السنترال أفايا والتراخيص بيوصل لعشر أضعاف الجراند ستريم. لذلك إذا كان عندك عميل يملك الأفايا ويريد التوسعة، تستطيع عمل ذلك بجراند ستريم مثلا 6300، ده بيسبورت لغاية 3000 اكستنشن و450 كون كارنت جول، يعني 450 اتصال في نفس الوقت. تقدر تعمل التوسعة ديت مثلا بعشر المبلغ، لو العميل ده عايز 1500 عدة تليفون او 1000 عدة تليفون، هتبقى عشر المبلغ اللي هتصرفه في الأبوية تقدر تعمله بالجراند ستريم. بس هتحتاج سيب ترانك، كل حاجة في الأفاية بترخيص، مفيش حاجة من غير ترخيص، كله ترخيص، والترخيص بفلوس. يعني كمثال مثلا الباور يوزر اللي هو بيسمح لك انك تحط سوفت فون على الكمبيوتر وعلى الجوال بتاعك وعلى التابلت، وان انت تعمل فيديو كونفرنس. السوفت فون ده اللايسنس، الباور يوزر ده اللايسنس بتاعته $150 لوحدها، كل حاجة بلايسنس، اند بوينت كل عدة بلايسنس، سنترال لي لايسنس، الفويس ميل بلايسنس، الاتندنس بلايسنس. طيب احنا دلوقتي على السنترال افايا، هنحتاج بس ترخيص سيب ترانك. سيب ترانك اللي هو الخط اللي هيربط ما بين السنترالين، السنترال الأفايا والسنترال الجراند ستريم. طبعا مفيش حاجة من غير لايسنس هناك في الأفايا، فهنحتاج سيب ترانك. سيب ترانك ده بيبقى على حسب السيشنز، يعني انت مثلا عايز تعمل 100 مكالمة من الجراند للأفايا، يبقى لازم يبقى عندك تشتري سيب ترانك بميت شانل، تمام، علشان تنفذ عايز اكتر تجيب مثلا 200 300 400.
عموما انت في السنترال الجراند ستريم يو سي ام 6300 الكون كارنت كول الاتصالات المتزامنة في نفس الوقت 450 اتصال متزامن، يعني مش هتعمل اكتر من 450. فانت لو خدت سيت ترانك شانل 200 تبقى كافية، لان انت لا يمكن 450 كلهم عايز تعديهم للأبوية، يعني هي بتشتغل على حسب الاحتمالات. حتى السنترالات اللي بره، يعني مثلا كل سنترال بيخدم، كل لاين بيخدم 10 عملاء، واحد من ال10 في نفس الوقت بيبقى عايز يعمل اتصال. تمام. إن شاء الله مثلا في الوضعية بتاعتنا ديت لو جبت ست ترنك 200 في للأفايا هتكفي وتزيد كمان. طيب طبعا احنا الربط دوت ليه؟ عايز مثلا تقلل التكلفة، وعميل عايز يوسع وعايز يقلل التكلفة تقدر تعملها بالجراند ستريم. عميل عنده فرعين ويريد الربط بينهم، واحد الفرعين أفايا والآخر جراند ستريم، برضه تقدر العملية دي تبقى مفيدة بالنسبة لك. طبعا الربط ممكن يبقى ربط من خلال اللان او من خلال الفي بي ان او الليست لاين، ايا كانت طريقة الربط طالما الجهازين شايفين بعض، السنترالين شايفين بعض بيقدروا يبنجوا على بعض، والبورتات مفتوحة تقدر تعمل اللي احنا هننفذه دلوقتي. طريقة الربط اللي احنا هننفذها دلوقتي، احنا اللاب بتاعنا دلوقتي هيبقى عندنا طبعا سويتش يو سي ام 6008 وتليفون وانالوج لاين، وعندك برضو في الناحية التانية كله على نفس اللاين سويتش، وهنا الاوايا سيرفر، ونستخدم هنا بي سي عادي بامكانيات كويسة. والتليفون زي ما قلنا التليفون ده ما بيدعمش السيف ترانك، فمش هتقدر تربطه مباشرة على الجراند ستريم. انت ممكن تربط العدة ديت مباشرة على الأبوايا، بس برضو هتحتاج لايسنس، ثيرد بارتي لايسنس، وكل عدة هتحتاج لها لايسنس. يعني مثلا عندك 1000 عدة 1000 لايسنس، مبلغ هيبقى جبار. انما لو ربطت من خلال الطريقة دي كل اللي هتحتاجه مثلا 200 لايسنس سيب ترنك علشان تربط ما بين النظامين. اللي هنحتاجه تركيب سنترال أفايا بي ام وركستيشن 16 برو، ونحتاج نسخة الايزو من سنترال أفايا، وهنشتغل على النسخة ديت 11.1. تقدر تنزلها من أفايا سبورت سايت، ولكن لابد أن يكون لديك حساب كاستمر أور بارتنر. في حساب اللي هو التالت النو ريليشن ده مش هتقدر تنزل منه إلا الدوكيومنتس بس. عايز تحتاج جهاز كمبيوتر بإمكانيات متوسطة، نشتغل على الجهاز بالإمكانيات دي شغال كويس جدا، تليفونات السويتش يو سي ام أي موديل، أي موديل من السنترالات بتاعة الجراند ستريم هيشتغل معاه، والسوفت فون للأفايا والجراند ستريم. وإن شاء الله إن شاء الله تشوف الطريقة، إن شاء الله تنفذوها، وإن شاء الله ما فيهاش فيها أي مشاكل، لأن هي ما فيهاش أي مشاكل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.